أهلا بكم من جديد في الفقرة الأخيرة لكل منا مشاهدينا ذاته وداخله الخاص الذي يتفرد به عن باقي الناس، واكتشاف النفس أو الذات من أهم خطوات الحياة التي لابد لكل منا اتخاذها للتصالح مع نفسه وكيانه. ضيفتنا في هذه الفقرة الأسبوعية سنكمل رحلتنا معها في استكشاف الذات، وأرحب الآن بالسيدة هالة كاظم في هذه الفقرة الأسبوعية. أهلا وسهلا بك أستاذة هالة. مرحبا. الفقرة اللي فاتت الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن حب الذات. واحدة من صديقاتي قالت لي أنا جدا انسجمت معاكم في الفقرة هذه، لأنه فعلا الواحد مع انشغال الحياة بينسى هذه الأمور، بينسى نفسه، بينسى أولويات حتى حب النفس وتقديم. تعلمنا شيء ميزة، نحن تعلمنا أن من الصغر أن ما نفكر في نفسنا. فهني يوم الواحد ينشغل بالحياة واليهال والبيت ينسى شو هو حب الذات. ومثل ما نحن شرحنا أنه مو قصدنا بالأنانية. وإن شاء الله الأسبوع الجاي نحن بنتكلم عن الفرق بين الأنانية وحب الذات، وهو في ثلاث أنواع بنتكلم فيها الأسبوع الجاي. هذا الأسبوع شرحنا. هذا الأسبوع يقول كيف تحب ذاتك؟ يعني إحنا قلنا شو هو حب الذات الأسبوع اللي فات، قلنا فكريا وجسميا وعاطفيا. هالأسبوع أبغي أتكلم عن قضية إن الإنسان يعني كيف تحب ذاتك، إنك كيف تفهم ذاتك. وهي سهلة الواحد يقولها، بس يوم الإنسان يدخل في نفسه. حتى أنا وايد يوني كلاينتس اللي في الاستشارة ويقولون لي أنا ما أعرف ذاتي، أنا ما أعرف نفسي، أنا ما أعرف شو أبغي. عشان إحنا ما رحنا دخلنا في موضوع كيف أحب ذاتي. الإنسان لازم يفهم نفسه، يفهم جسمه، يفهم وضعه، يفهم الناس اللي حوالينا. مو هو مثل ما قلنا الأسبوع اللي فات إن أنا عايشة مع هالة 24 ساعة العمر كله. مهما تكونين قريبة من أي حد، ما بيكون وياك قد ما أنت داخل نفسك. فإذا داخل نفسك ما تعرفين كيف تتعاملين مع نفسك، وكيف شو نفسك تبغي. يعني أنت داخل شو تبغين؟ تبغين لازم أول شيء تفهمين عشان تعرفين شو تبغين. أفهم جسمي، جسمي أنا غير عن جسمك أنت، عن فلان، عن هذه أحاسيسي. بعدين الإنسان لازم يتعلم يحب نفسه بدون شروط. وهي روح موضوع كبير دائما. كيف ممكن الواحد يتعلم حب نفسه؟ نحن عندنا كل شيء بشرط. في التعاملات اليومية أو تكونين شيء، ولا أنا ما أقدر أتعامل وياك أو ما أحبك. حتى في آباء أمهات، هم مع أن فطريا الأم والأب الحب الوحيد في رأيي أنا الشخصي اللي هو بلا شروط، لكن لازم أنا أحب نفسي بلا شروط. يعني أتقبل نفسي بعيوبي، بمحاسني، بجمالي. بس في هذه الحالة كيف أقدر أحسن من أخطائي وأحسن بعيوبي؟ مثل ما قلت، أول شيء أعرف شو العيوب. يوم أنا أعرف أن هاي عيب فيني، طبعا أنا ما بوصل لدرجة الكمال، لكن يوم أنا أعرف أن هذا العيب فيني لازم أنا أوصل لمرحلة أني أعرف شو قاعد أعالجها. بعدين هذا طبعا طرق ثانية، في من أروح مثلا دورات، ولا أروح استشارات، ولا أنا أروح جلسة تأمل. لكن أول شيء لازم أنا أحب نفسي بلا شروط. وها وقت صعب طبعا، عشان أنت طالع، نحن أقلها نطالع جسمنا نقول لازم أغير هذا، ولازم جسمي هذا، ولازم أضعف، ولازم أمتن، لازم، يعني تعرفين هالأشياء. صح. اللي نحن خصوصا المرأة. صح. تدخل في دوامة. بعدين أحب نفسي إذا أنا فيني عيب معين وأنا عارف إنه شوي صعب علينا غيره. أحب نفسي وأقبله بدون شر مو معناته إني أنا ما أحسن من نفسي، لكن لازم أنا أواجه نفسي باللي أنا عندي. ولا أنا شقايل أنا بدخل في مثل ما يقول رحلة التغيير إذا أنا ما أعرف شو عيوبي وأتقبلها، وشو محاسني وأتقبلها. صح. من الأشياء اللي دائما أقول حق الناس، يعني هي مثال، مثلا حد يقول لك أنت حلوة، فتشوفين الناس ينحرجون من هالشيء البسيط. لا تعرفين عشان أنا حاطة ميكب، لا أنا عشان ليش ما نقدر نقبل إن أنا أوكي أنا حلوة، بس أنا مو متكبرة. يعني أنا جمالي أوكي الحمد لله، في عيني أنا أشوف نفسي، أنا شكلي مقبول. فأنا هني شو سويت؟
قبلت نفسي بدون تعالي على نفسي، قبلت نفسي. مثلا فيني عيب معين، فرضا انا عصبيه، لازم اتقبل ان انا عصبيه عشان انا اقدر اعالج الامور بعدها. فهني اللي يكون الحب الغير المشروط للذات، unconditional love، اللي الانسان لازم يعرف يتعامل مع نفسه. وما بتعرفين كل هذا، ولا واحدة فينا ولا واحد فينا يقدر يعرف هذا إذا نحن ما دخلنا في رحلة استكشاف الذات. أنا شو أعرف، شو أحب، شو أفهم نفسي، الناس اللي حواليني، منو الناس اللي حواليني، منو تعاملاتي اليومية، إنزين، وكيف أنا أتعامل وياهم. فهني اللي ندخل في دائرة معرفة النفس، معرفة الذات. نعم. هل ممكن يكون للإنسان شريك في حب ذاته؟ هل ممكن يكون للإنسان شريك في حب ذاته؟ يعني قصدك حد يساعده؟ يعني بهذا الشكل، أو إنه يكون الشخص الأقرب لك يدعمك في هذه الناحية. وتشوفي الدعم في هالأمور، ليش نحن نروح استشارات؟ عشان نبغي حد يدعمنا يساعدنا نستكشف. ومرات شو يسوي إني عشان أنا دخلت في موضوع العيال والبيت والشغل لسنين سنين سنين، ما اعرف شو قايل اوصل لنفسي. يعني مثل ما يقولون اصعب سؤال، سؤال اني من انا. نحن كل حدا معنا كلمتين، من انا، لكن اصعب شيء. فالشريك قصدي انا من ناحيتي الاستشاره او الصديقه القريبه او حد من العائله انه يقدر يرشدش للصح، يرشدش مثل ما نقول بالتيبس ولا تكنيكات. ودائما انا اقول تروحين للناس يعرفون في هالمجال وعندهم خبره عشان يسهلون لك الامور، توصلين لنفسك باسرع من ما انت بس تجلسين بروحك. صح. طب كيف الواحد يعرف انه هو فعلا حب ذاته او لا؟ هني اللي لازم ندخل، كم يهتم في نفسه. نرجع لنفس الاسبوع اللي فات اللي قلنا أعرف نفسي جسميا، أنا هل مهتم في نفسي؟ أنا عندي كوليسترولي مرتفع، إنزين شو لازم ما أكل وأكل؟ هذا لازم أعرف إني إذا أحب نفسي بهتم. إذا هالة ما قاعدة تاخذ قسط من الراحة، إنزين، وتشتغل 24 ساعة، ما أحب نفسي في يعني مو بشيء عام طبعا يتغير، لكن في هالمجال أنا ما قاعد أحب نفسي كفاية عشان لازم أريح نفسي. إذا أنا مثلا ما أعطي نفسي، تشوف سبحان الله ديننا الإسلامي علمنا الصلاة، هذا روحه تأمل وراحة بريك. فهالشيء بعد يساعد إن الإنسان ياخذ فرصة بعيدة عن اليوميات اللي زحمة. فهل أنا قاعدة أساعد نفسي إني أتأمل، إني أساعد نفسي إني أنا أشوف شو أحتاج؟ هني أعرف كم أنا أحب. ومثل ما يقولون لازم تقيمين نفسك، ما يعني مو سؤال وجواب، هو لازم. وبعدين مثل ما يقولون تدرج سنين وعمل سنين لين ما تتعرفين على نفسك، مو بقضية إني أنا اليوم قلت أبغي أعرف نفسي رحت عند دكتورة نفسية أو مستشارة. الإنسان طبيب نفسه أكثر من أي أحد. بس نحن نحتاج، يعني نحتاج نروح. يعني أنا دائما أقول أنا رحت قبل 17 سنة، أنا رحت لأخصائية نفسية كنت أبغى أعرف شو مو عيب في الأخير الواحد يروح، بالعكس نحتاجهم. من إحنا يعني نروح للدكتور إذا عندنا سكري في جسم مرتفع، وإذا عندنا ضغط دم مرتفع ما نروح دكتور. فإذا أنا نفسيتي تعبانة ليش ما أروح لحد متخصص يقدر يرشدني؟ صح. المشكلة المفهوم الاجتماعي للمختص النفسي إنه دائما إحنا يعني تقليديا كبرنا وإحنا فاهمين إنه هذولا لازم تكونين مجانين والأمور هذه، لازم تكونين مجانين. بس أنا أحس إن الناس تغيروا في نفس الوقت، إنه المجتمع أنا وأنتي. صح. فإذا أنا ما عندي مشكلة أقول إني أنا رحت طبيب نفسي. طبعاً. إذا صديقتي وديتها طبيب نفسي. صح. هي مثل ما يقولون في مجال مساعدة فقط، مثل ما قلتي شريك.
صح. طيب بالنسبة للتصالح مع الذات، يعني هو أكيد مرتبط بحب الذات، وأكيد حب الذات هو الشيء الأساسي في عشان يكون الواحد متصالح مع نفسه، بس إيش في أشياء تانية كمان تخلي الواحد فعلا تساعد إنه أنا حبيت نفسي وعرفت إنه أنا وصلت لهذه الدرجة؟ قديش ممكن في أشياء عوامل تانية تساعد حتى أكون متصالحة مع نفسي؟ إني أنا الواحد لازم يعني يطور نفسه، يعني يوم أنا عارف إني أنا أحب نفسي، اللي حب الذات إنه مو بإنه خلاص أنا حبيت نفسي، أنا صحيا زينة، أنا نفسيا زينة. النفسية تي مع الأشياء اللي أسويها، إني أنا أنميها. سبحان الله، النفس البشرية ما نقدر نتوقف عن نقطة معينة طبعاً. لازم كل مرة يكون يتجدد، عشان شي في شيء اسمه تغيير، مع أن الناس يقاومون التغيير، لكن التغيير هو أفضل شيء للإنسان، خصوصاً التغيير الإيجابي طبعاً. فإني أنا لازم أروح مثل يعني مثلاً برنامجي، وأنا أسوي رحلات برا، هو مو بأنه بس أنا رايحة أمشي، المعنى والرسالة أكبر من هذا بكثير. هناك يعطيك وقت تكونين بعيدة عن تتأملين وبعيدة عن ضغوطات اليومية طبعاً. يعني مهما يكون أنا في البلاد، حد بيتصل فيني، حد بيقولي تعالي، أنا الجدول ماشي ماشي ماشي, ماشي. حتى لو أنت قلتي أنا باخذ بريك، لكن يوم أنت بعيدة من بيكلمش؟ أنت خلاص مو موجودة، فالتركيز يكون على نفسك. وطبعا مع الدورات، مع الورشات العمل، مع البرامج، مع الكلام والتيم وورك اللي نحن ويا بعض، هذا نعم. الإنسان وايد يتغير، وايد نعم يتغير. يعطيك العافية سيدة هلا كاظم. أنا نفسي تحت الهواء كده أجلس معك وأعرف أنت كيف وصلت لهذه المرحلة. مع أنا دائما يقولون لي إن نبغي نكون مثلك، أقول لهم نعم. أنا خذ مني بعد سنين نعم عشان أوصل اللي أنا اللي فيه. يعطيك ألف عافية إن شاء الله، شكرا جزيلا لوجودك معنا. الله يخليك، مشكورة حياتي. مشاهدينا راح نلتقي السيدة هالة كاظم إن شاء الله الأسبوع المقبل نفس هذا التوقيت ونفس هذا اليوم، لكن حلقتنا لليوم انتهت، وأكيد إن شاء الله لقاءنا يتجدد في الغد بإذن الله مع مواضيع جديدة ومنوعة. إلى اللقاء.